زار نيجر ألكسندر لقيادة شتوتغارت وإعادة الفريق من جديد للمواجهة. فرصة خطيرة وهدف رسم خير شتوتغارت يسجل مان سيتي بانطلاقة ممتازة من كوزديتش الصربي يخطف دفاعات مان سيتي ويغير جوهارت فيليب كوزديتش انطلاقة ممتازة للاعب الصربي والصربي يضع الكرة في المرمى ويمنع فريق شتوتغارت تسبقية مهمة. فيليب كوزديتش اللاعب اللي تمكن من اختراق الدفاعات الانجليزية توق لبكاري الثانية واستغل خروج حارس المرمى جوهارت ووضع الكرة باقتدار في الشباك. النتيجة تتغير.